تمرط ما كتجبرش يمين تزكوز، الناس كتجيب تقال ما كتجبرش يمين تزكوز، هادشي اللي كتسيطرت علينا عليه نبداو نخرجوا من الدار ديالنا تجبر باريرا تخلص، تمشي باقا تجبر باريرا تخلص بزاف هاد باريرات ما فركي راه هو اللي كتشوفوا شدوا امرح شدوا ناي غيشدوا بور شدوا دابا عاملين له 20 درهم اللي بغى يدخل. السيده حامله العمليه بغيت ندخلها قال لك لا سيدي ما تدخلش قال لك خصك تدخل في العداس بدي عداس معاهم قلت لهم هادشي هذا ماشي معقول سمعوا راسهم ومشاو دابا هما خدامين داكشي الغفله ماشي حيت القايد ما خبروش هادشي كيفاش كيتركب اذا هاد البلاد ما عندها اللي يحميها اجي ركب باريرا اللي غادا تجي تدخل تقول لك فين غادي فين غادي انا في الحومه ديالي فين غنمشي ماشي الدار ديالي. السلام عليكم اخوتي مرحبا بكم عندنا هاد الحي اللي بدينا كنحسوا بالضيق فيه قد ما كنا كنحسوا باتساع فيه قد ما كنا الامور كتزيان هي دابا بدات كتعقد. حنا الوالي كنشكروه بزاف بان انتبه لنا بحق في هذا الوقت هذا بدا كيف حالي بداو كيمارسوا علينا الضغط شي جهات ما عرفناهم شي غلقوا علينا الطريق من تحت انتم شفتوا فين صعدتوا بالطوموبيل ديالكم خليتوها حنا الوالدين ديالنا مراطين الناس مي كتمرط ما كتجبرش يمين تزكوز الناس كتجيب تقال ما كتجبرش يمين تزكوز الناس سهل العيد الاضحى في الطريق ان شاء الله لبقينا في حياه الدنيا غتبقى تجيب الحاولي من البحر ما تبقاش تجيبهم الطريق علاش الطريق تشدت ما كاينش يمين تزكوزو جميع التنافسات تشدوا علينا. انا الشخص كنخدم في التاكسي كل ما كنكون ما جيب التاكسي كيقول لي بلاتي نعيط للشاف ديالي والشاف ديالو لا بغى ولا ما بغاش بعد ساعات الشاف كيجاوب الشاف ما كيجاوب حنا بغينا نعرفوا هاد الباركيس واش ديالنا واش جات شي دوله اخرى استعمرتنا وعملت هاد الباركيس ما بقيناش حنا كنلحقوا مطاعنا في هاد البلاصه هاد الباركي دابا هذا الحمد لله هو التساع حنا قلنا نبداو نجيو نجلسوا فيه ماشي رمضان فطروا ماشي صيفيا نجلسوا ويجيو عائلتنا عندنا فرحوا صورنا عائلتنا بعيده فرحت بالحق في هاد الساعه هادي هاد الباركيس هادو بداو كيتسيطروا علينا تسيطروا على القصبه تسيطروا على باب تياترو تسيطروا على باب فحص ما بقاتش الدخله ونطلبوا من الله هاد النداء ديالنا يوصل بكامل القوه ان شاء الله ويجي ويشوف هاد الشركه تسيطرت علينا عليه نبداو نخرجوا من الدار ديالنا تجبر باريرا تخلص تمشي باقا تجبر باريرا تخلص بزاف هاد باريرات ما دابا كنطلبوا منكم الله يرحم والديكم نتوما كتجيو كتوصلوا الصوت ديالنا علاش ما كاينش اللي وصلنا الصوت ديالنا من غيركم نتوما الله يرحم الوالدين يتسمعنا هذا الوالي ويجي يتحاور معنا حنا موجودين في دار البارود يجي يسقسي على اي واحد فينا اللي يهضر دابا ولا اللي يهضر من بعد يوريوه الديور ديالنا ويدق علينا ويتصل بينا مقدمي عيطنا لهم قال لك ما خبرناش عيطنا القايد ما خبروش هادشي كيفاش كيتركب اذا هاد البلاد ما عندها اللي يحميها اجي ركب باريرا اللي غادا تجي تدخل تقول لك فين غادي فين غادي انا في الحومه ديالي فين غنمشي ماشي الدار ديالي انا هاد اليومين هو مول اختي حق الله وربي راه شاهد عليا هو مول اختي ندي عند الطبيب كيقول لي بلاتي نعيط للشاف انا اختي سخفانه بالقلب كيقول لي تنعيط للشاف لا ماتت اختي ديك الساعه شحال يقول لي الشاف وكنا نفتحوا لك وعاد زايدون عاملين بالساروت الناس في اوروبا ما يعملوا هادشي كيطلعوا يهود عنده بوطون طق كتهود جوز طق كيطلع دابا حنا الساروت ما كيعرفش تيحلو تكيب رجلك هادشي زعما بعيد علينا. انا اخي وحسين مساكينه ديال دار البارود وعندي بابا مريض بالدياليز مرارا بغيت نطلعو بالطوموبيل من تحت كيمنعونا كيقول لك بلاتي نعيط للمسؤول المسؤول كيعيط له كيبغي ناعس طاني النمره ديالو كنعيط له فعلا جبرتو ناعس ما كيخليونا لا نطلعو من تحت لا من فوقنا ودو دابا تفاجئنا عاوتاني هما يعملونا برينا في وسط الحومه هنايا كندخلو غير نطلعو على ولادنا تحت منعونا فركي راه هو اللي كتشوفوا شدوا الامرح شدوا ناي غيشدوا البور شدوا دابا عاملين له 20 درهم اللي بغى يدخل الحصار هذا اللي واقع علينا حنا ما عرفيناش الا كان عند الوالي راه هذا خصنا يجي هو يشرح لنا شي نهار مثلا يطلب السكينه الحومه يعمل معاهم شي لقاء يشوف هاد الاضرار ديالهم اللي كيداروا الا كان عملوا غير شي واحد خافي نطلبوا من الوالي زعما يجي يزورنا ويفهمنا هاد الشيء هذا. نعم اسيدي قبل ما يديروا الباركين كانوا سمعوا السمع معاهم مقدم وسمعوا هذه حنا بغينا نوقفوا قال لك لا سيدي قال لك زعما انتم شي حاجه ديالكم ثقيله شي حاجه مريض شي حاجه هذيك حنا عمتي كنحلوا لكم بيبان ها كنحلوا لكم عايد مقدم يعطيكم هذيك ديالكم تسجلوا تما عمتي بقاو طلعوا تاولوا في الاخر ملي عملوا بيبان وشدوا انا عاود ما قلت انا جنبت انا كنطلبهم وحنا في الله بعد الصباح معايا السيده مريطه وباقي نثبت هاد الشيء هذا نثبتوا بلوغ نثبتوا باي حاجه معايا السيده مريطه بغيت ندخلها بغيت ندخل موراها ما خلوني ندخل المهم خرجنا بغيت نجيبها قال لك لا ما تدخلش عاودت موراها السيده حامله العمليه بغيت ندخلها قال لك لا سيدي ما تدخلش قال لك خصك تدخل في الحداث ما بنادي الحداث ما كيفاش هادشي هذا من الناحيه ديال شي حاجه ديال الثقال كنبغيو نجيبوها كيقول لك في الحداث دابا في الغاوي في الام يا جاو عبروا السبت والحد ما خدمتي جاو عبروا طلقوا كابلي والسبت والحد عاودت ليدا جاو باش يركبوها امتي في السوق الحد زبوني انا رافعينو
امتي وما كاين لا سابق الاعلام ولا والو، لا اعلام لا والو. جبروني هضرت معاهم قلت لهم هذا الشيء هذا ماشي معقول، سمعوا راسهم ومشاو. دابا هما خدامين داك الشيء الغفله، مخابعين الغفله، ما كاين ما عندهم لا هذه. ملي كتهضر معاهم كيقول لك الاذن عند الوالي. دابا خصنا نعرفوا هذا الوالي زعما اللي كيمسحوا فيه هما، ولا حتى باكين تاعات كيمسحوا في الوالي. ملي كتهضر معاهم كيقول لك هذا الاذن عند الوالي. زعما الا كان ماشي هذا عند الوالي زعما الله ينصرك السي الوالي. هذه شفنا هذا الشيء هذا، الله يجازيك بخير، كنشكركم بزاف. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.